كبير يعني. طيب انضم لنا مره تانية دكتور خالد العطيفي، المدير التنفيذي للبحث عن الامراض الوراثيه. دكتور خالد برحب بحضرتك مره تانية، والسؤال اللي كنت بساله لحضرتك ويمكن الصوت ما كانش واصل بشكل كافي، فكره أبرز الأمراض الوراثية اللي ربما بيعاني العالم منها عبارة عن إيه؟ وأهمية أن الأب والأم كمان يكونوا عملوا بعض التحاليل عشان يكونوا عارفين هل فعلا في أمراض وراثية هتنتقل لأولادهم ولا لا؟ طبعا حقيقة الأمراض الوراثية عبء كبير جدا جدا على الأسر، ومحدش بيعرف مدى العبء بتاعه والأثار بتاعته إلا الأسرة اللي عندها طفل عنده إعاقة أو عنده مشكلة مرض وراثي. بتعتبر مشكلة كبيرة جدا جدا. هناك كثير من الأمراض، والأمراض الوراثية دي بتزيد معدلها في البلاد العربية زي مصر بسبب زواج الأقارب، لأن معظم هذه الأمراض بتنتقل عن طريق الوراثة، حاجة بنسميها السمات المتنحية، بمعنى غير ظاهرة في الزوج أو الزوجة، لكن مع زواج الأقارب أو الزوج لو هو حامل للمرض ده وما عندوش الأعراض، والزوجة ممكن تكون حاملة للسمات الوراثية بتاعت مرض ما ومش ظاهر عليها الأعراض، لو حصل زواج بينهم هناك نسبة حوالي 25% من المواليد هيكون عندهم إصابة بمرض وراثي مش موجود عند الزوج والزوجة لكن هيظهر، واحتمالات أن يكون الأطفال أصحاء 75%، لكن في 25% هيكون أولاد مصابين، 50% هيكون أطفال حاملين للمرض، و 25% أصحاء. يعني بمعنى كده مشكلة كبيرة، يعني يبقى 25% احتمال يبقى مصاب و 50% حامل المرض، ودي قصة تانية. ليه؟ لأن هم دول أما يكبروا نفس القصة لو تزوج أي منهم من حد من القرايب ويحمل السمة الوراثية برضه يبقى القصة ما زالت شغالة. طب فالنهاردة أما احنا نعمل هذه المبادرة الرئاسية ما بتتعمل دلوقتي وبننفذها، ده حلم كبير جدا، وحاجة يعني بنقفل هنقول بالبلدي كده بنحاول نقفل المحبس بقى عن تدفق هذه الأمراض. طيب. يعني أنا النهاردة ما أعمل فحص واكتشف مرض وراثي عند الأسرة، أولا احنا بنكتشفه مبكرا، وبالتالي أقدر أتدخل وأدي العلاج مبكرا، همنع الإعاقة، أمنع المضاعفات، وفي نفس الوقت هنعمل إيه بقى؟ هاي الأسرة دي هتعمل لها فحص ونعرف مدى. طيب أنا كنت عايز أسأل على الحتة دي يا دكتور عشان نسهلها على الناس، يعني معلش للمقاطعة، هي استكمالا لبعض الأسباب وإن أنا قرأت عن هذا الموضوع شوية، فكرة طبعا حدوث الطفرات، ودي حاجة إلهية ممكن تحصل طفرات في الكروموسومات بتاعة الجينات نفسها فيحصل حاجة، وفي جزء اللي حضرتك بتقول عليه نقطة مهمة جدا، فكرة انه يبقى في بعض الامهات بتغلط غلطات اثناء الحمل، فترة الحمل، فتتسبب في مشكلة او انها تقل المية مش عارف على ايه، على الطفل، على الجنين، فهنا دور الكشف المبكر. فعايزين نوضح فكرة اهمية فعلا، عشان هو دي كانت النقطة الهامة، ان انا لو ظهر لي ده من بدري وان انا اكتشفت والتكنولوجي دلوقتي بتبين ده في الجنين من وهو في بطن الام، فإيه اللي بيحصل أيضا داخل هذه المبادرة في فكرة الكشف المبكر على وجه الخصوص؟ إحنا في الكشف المبكر ده بنعمله للمواليد في أول أسبوع من الولادة، بيتعمل للطفل ده المولود فحص لاكتشاف المبكر لـ 19 مرض وراثي. الـ 19 مرض اخترناهم بناء على مدى الانتشار بتاعهم، وجود علاج متاح ومرخص بيه، وده بيتعمل بصفة ايه؟ مجانية. القصة الأهم بقى اللي حضرتك أشارت ليها، إن الأم ديت أما نعرف إن النهاردة عندها طفل خلاص هو اتعرف الإصابة بتاعته وتدخلنا بالعلاج هنمنع الإعاقة، في الحمل التاني بقى هيبقى في استعداد للحمل، التخطيط للحمل، بمعنى بندي بقى نصايح قبل ما تنوي حمل، لابد بقى من خطة معينة علشان نمنع تكرار هذه الإصابة عندها. كمان الإخوة بتاعة الطفل ده غالبا هيكون في حامل المرض، يبقى برضه ليه منظومة من المشورة والإرشاد الوراثي علشان ما تتكررش عند نسلهم المستقبلي برضه،
فهو ده الأهمية بتاعه.